السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي المشاهدين، عودة جديدة لكم مع تراثي بني مروان ومع الناي أحمد عبد الله الجماعي، هنا من هذا المكان، من الوادي، من الجبل، من الخضرة، من بني مروان، من هذه الأودية الجميلة التي نصور لكم الآن في وقت الغروب تماما، لكي تلاحظون هذا المشهد الجميل الذي يعبر عن تراث بني مروان الجميل. الناي الجميل أحمد عبد الله الجماعي،